حفل اختتام النسخة الثانية لجائزة تحدي الموانئ الذكية نظم بمراكش من طرف الوكالة الوطنية للموانئ والشباك الوطني الوحيد بشراكة مع التحالف العالمي لتيسير التجارة، وذلك على هامش أشغال المؤتمر الدولي الثامن للشبابيك الوحيدة. شاركنا بواحد المشروع اللي هو عبارة عن كومون ديراج كوم مختبر متنقل الذي يضم مجموعة من الأنظمة والتي تساهم في التقاط التلوث الهوائي. أزيد من 150 مشارك في دورة هذه السنة تمثلوا في أشخاص أو مقاولات ناشئة أو شركة أو مدارس أو جامعات يرغبون في تقديم حلول مبتكرة تستجيب لتحديات الموانئ وتتلائم مع حاجيات المتعاملين مع الموانئ المغربية. اليوم احنا فرحانين حيت ربحنا هذا السمارت سبورت تشالنج 2022 لا فلويديفيكاسيون دي فلو دو كاميون او بور هنايا سورتو في البور ديال كازابلانكا، دونك احنا فرحانين اليوم بهذا الانجاز. الحفل تميز بتقديم المشاريع الأربعة الفائزة في الأصناف المحددة والمتمثلة في تسهيل التجارة الدولية من خلال تحسين الإجراءات والتدابير المعمول بها بالموانئ وتيسير انسيابية تدفق الشاحنات ومراقبة مستوى تلوث الهواء والماء والرواسب في الموانئ، ثم تقليص مدة انتظار السفن في المرافق.